لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم، هل قتلوا واحدا من المعاهدين؟ هل كان الصحابة رضي الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في السياسة في هذه المسائل؟ هل كان واحدا من السلف الصالح رضي الله عليهم يصعد على رؤوس المنابر ويسب ويشتم؟ ماذا صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام وأتي بهم باتباع سبيل المؤمنين، وأن هذا صراطي مستقيمة، غير هذا لا يمكن أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.